السلام عليكم، معكم حمزة من ميزولايت. اليوم غادي نديرو بروجكت اونر بروبلم انا بروبلم رقم واحد. قال لك if we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5 we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000. دونك شنو راهم يقولو هنا؟ قال لك الا عندك اعداد طبيعية تحت 10، أعداد طبيعية موجبة صح that are multiples of 3 or 5 يكونوا زعما مضاعفات 3 ولا 5. قالك يعطيك 3 5 6 ولا 9. دونك 3 مضاعف تاع 3، 5 مضاعف تاع 5، 6 مضاعف تاع 3، 9 تاني مضاعف تاع 3، 10 ماراش هنا باسكو 10 هو مضاعف تاع 5 ولكن 10 ماشي صغيرة على 10 دونك ما جبدوهاش. قالك المجموع تاع هادو تعطيك 23. قال لك هذا العفسه اللي درناها دركا، قال لك القليل المجموع تاع مضاعفات تاع 3 و 5 تحت ال 1000. هذه في الحقيقه زعما سهله شدي. تصنع فاريابل سموها ليميت، ليميت ليميت سموها 1000، وعندنا فاريابل زاوج سام سام صافي ديال المجموع. المجموع في البدايه يكون صفر، ومن بعد نديرو فور لوب. فور لوب سامبل فور اي ايكوال زيرو، اي اصغر من ليميت بلس اي. تسمى شرانا نقولو هنا، نقولو زعما اي يساوي صفر، اي يكون صغير على ليميت الهضرة في هاد العفسة في هاد الحالة 1000، وكل خطرة نزيدو له واحد ياك. و اف ستيتمنت شا يقولو؟ يقولو اف اي هاد ال كسمو هادا سي لو موديلو. شا هو الموديلو؟ نقولو 10 موديلو موديلو 3. كيف نحسب الموديلو؟ هي سهل، دير 10 مقسوم على 3 اش عطاتك؟ تعطيك 3 هيك. واش يبقى الباقي؟ الباقي واحد، هذاك هو الموديلو. مثال اخر، قول 7 مقسومه موديلو 4 هيك 4، 7 تقسم على 4 تعطيك واحد، والباقي شحال؟ 3. كي يكون الباقي صفر ثم عرف باللي هذاك العدد المضاعف الاخر. ثم شنو نقولو هنا؟ نقولو الى اي قابل القسمة على 3 او اي قابل القسمة على 5، نزيدو الاي من المجموع ياك. أبريش نديرو نأفيشو الريزولتا كيما هكا ياك. فوالا هداك هو الريزولتا. كانت كاينة تانيك عشرة واحد أخرى، باسكو كاين لي يقولك هادي سي با زعما افيكاس، هادي تقيلة صح اسيدي. شنو نجمو تاني كنديرو؟ نجمو نديرو حاجة واحدة اخرى. اي ايكال تروا غادي نديرو اللوب ونبداو عند 3، وفي هاد الخطرة في بلاصة ما نزيدو واحد نزيدو كل خطرة نزيدو 3، ثم غادي نحسبو مضاعفة تاع 3 تحت الألف ونزيدوهم للمجموع ياك. كذلك هادي نديروها فور كسمو للعدد 5 ياك.
هكا نجمو من بالك يعني في بلاص ما نديرو اي نديرو جي. المشكلة في هذا الكسمو غادي يكون غادي يعطينا ريزولتا واحد اخر واحد اخر. علاه؟ على خاطرش المضاعفات تاع 3 و 5 عندهم كشغل مضاعف مشترك هو العدد 15 وفي الاد المضاعفات تاع 15 خاطرش 15 مقابل القسم على 3 وعلى 5 كذلك 30 و 45 كدا. ثم هذاك ثاني خاصنا شغل نقلعوهم نقلعوهم خطره من الريزولتا ياك كيما هكا 15 اهو سم ودركا دركا نورمالمون يعطينا الريزولتا صحيحه فوالا. هاد الكسمو هذا زعما سي كيف كيف تنجم تكتبها كيما هاكا وتنجم تاني تكتبها كيما هاكا بصح من هادي قصيرة على على هذا الكسمو على هذا السطر نستعملو الفوقاني. جسبر عجبتكم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.